من كام يوم في مننا اللي صحي من عز نومه ومن شدة الحركة، وفي اللي لا، لكن في نفس الوقت كان في بيوت كتيرة جدا بتقع في تركيا وسوريا. زلزال شرق المتوسط اللي كانت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، وراح بسببه ضحايا كتيرة جدا، والأرقام كل شوية بتزيد سواء للضحايا أو المصابين أو حتى الناجين، طول ما عمليات البحث والإنقاذ مستمرة واللي بيشارك فيها آلاف من جهات مختلفة. شفنا أسر كاملة ماتت، وشفنا أطفال وكبار عاشوا بعد أيام تحت الأرض، شفنا أخت بتحمي أخوها وبتستغيث عشان ينقذوها بعد أيام من الوضع اللي كانت عليه. مشاهد صعبة جدا، مستحيل قلبك ما يتحركش لما تشوفها. ولحد دلوقتي وبعد الزلزال ما حصل، تركيا حصل فيها هزات، ده غير الزلازل الخفيفة في فلسطين والأردن ولبنان وإيطاليا. السؤال هنا، هو احنا ممكن نتنبأ بالزلازل؟ هل ممكن ناخد أي تصرف يقلل الأضرار اللي ممكن تحصل لو لا قدر الله وقع زلزال؟ على الرغم من إننا ممكن نعرف الأماكن اللي هتحصل فيها الزلازل، إلا إنه من الصعب زي ما قال بعض العلماء التنبؤ بوقت حدوثها، ولكن بيشتغلوا على حاجة اسمها احتمالية الوقوع، وده توقع حدوث الزلزال بصورة تقديرية، وكانت فعالة بشكل كبير في أمريكا واليابان. طب لو لا قدر الله حصل زلزال، أنا المفروض أعمل إيه؟ لو أنت قاعد في منطقة معروف إنه بيحصل فيها زلازل كتير، فلازم يكون عندك شنطة للطوارئ فيها إسعافات أولية، كشاف، مية وأكل لو عرفت. وهنا الصليب الأحمر قال إنه مهم برضو الشنطة دي يكون فيها جزء من فلوسك وأوراقك المهمة. طيب لو أنا مش في منطقة دايماً بيحصل فيها زلازل وحصل، أعمل إيه؟ حسب منصة جيت بريبيرد الكندية المتخصصة في إرشادات الكوارث والطوارئ، إحنا لازم ناخد خطوات معينة علشان نتفادى الأسوأ، زي مثلاً أفضل في البيت وما تحركش، أحمي راسي وغطيها بأي حاجة علشان ما فيش حاجة تقع فوقيها، أتحرك مع حركة الهزة لحد ما تنتهي، ولو ما لقيتش حاجة أستخبى تحتها أقف مباشرة قدام الحيطة وأحمي راسي ورقبتي. طبعا دي كلها خطوات وطرق بنحاول نقلل بيها الأضرار اللي ممكن تحصل من الكوارث الطبيعية زي الزلازل، وفي النهاية ربنا يرحم كل اللي ماتوا ويصبر اللي عايش على كل لحظات الرعب اللي عاشها وعلى تجربة جايز هتكون من أسوأ التجارب اللي هيمر بيها في حياته، وربنا يحفظنا جميعا.